إلى كل المشاهدين، بنتواصل معكم من جديد عبر صباح الشروق، وفي حضرة أكيد عدد من المبادرات المختلفة الموجودة معنا داخل الاستوديو هذا الصباح. مصعب رزق الله نائب إدارة التدريب والمشروعات لرابط الصحافة الموبايل، والموبايل الصغير ده بقى يحرك العالم، سواء كان في نقل الأحداث باحترافية. زمان عدد كبير من الناس هواية سايب يشتري الموبايل علشان الكاميرا، يقول لك ده كاميرته نظيفة، ما عندي اهتمام غير. حاليا الناس اللي بيجوا يحبوا الكاميرا ممكن تنتج فيلم وثائقي، ممكن تنتج بعض التقارير، وكل الأشياء أصبحت تعمل أو تفعل بالهاتف الصغير الذكي الموبايل. حنتكلم في التفاصيل الكثيرة دي إن شاء الله في حضرة مصعب. مصعب، صباح الخير عليك عبر صباح الشروق. صباح النور منذر، وصباح النور حسام، صباح النور على كل مشاهدي قناة الشروق. سعيدين جدا أن نكون اليوم في حضرتكم. يعني والله نحن سعيدين جدا بك، وانت زميلنا الاعلامي ايضا المعروف مصعب، سعيدين جدا بك في الشروق بصوره عامه، في صباح الشروق بصوره خاصه، وانه نتلاقى بعد الزمن، خصوصا انه الرابطه كان نشاطها واقف حال عدد كبير جدا من النشاطات. خلينا نبدا من عوده النشاط بعد التوقف. نعم، بكل تاكيد هي كانت متوقفه لظروف كان بيمر بها السودان، جائحه كورونا، و الآن الفيضانات برضو، دي واحدة من الحاجات كانت موقفانا، لكن كثير من المشاريع والحاجات كانت متوقفة على إنه البلاد تستقر عشان نبدأ نشتغل عليها. جميل مصعب، اتكلمت عن الأزمات اللي بتمر بها البلاد، دارين نعرف دور الرابطة في حد ذاته في المساعدات وفي حل الأزمات والمشاركة، يعني في أزمات السودان سواء كان الكورونا أو حتى حاليا الفيضانات والسيول. نعم، برضو نترحم على شهداء الثورة وعلى شهداء الفيضانات، ربنا يخفف على كل الناس المتضررين إن شاء الله يا رب. الرابطة كان دور كبير جدا في الكورونا، تم إنشاء عديد من الأفلام والتقارير للتوعية، التقارير التوعوية، وأيضا في فترة الفيضانات تم إنشاء عدد من التقارير في مقاشي وحزيمة وعدد من المناطق عبر صحافة الموبايل، من إنشاء العزيز الجميل ناجي فاروق، وهو أمين التدريب بالرابطة الدولية لصحافة الموبايل. لو التحية زميلنا ناجي عبر شاشة الشروق دائما، ما له ادوار كبيره جدا، وايضا عبر شاشات السوشيال ميديا المختلفه والموبايل. عاوزين زي نعمل فزلكه تاريخيه بسيطه كده ونقيف على كل الانشطه ما قبل الكورونا وما قبل الفيضانات الان والازمات الاخيره، ونقيف على انشطتكم في الرابطه الدوليه لصحافه الموبايل. شفت الدوليه دي جميله صح؟ هي جميله جديد. الرابطه يا حسام كان بداياتها انه قعدنا مع بعض وعملنا النظام الاساسي وسوينا كل حاجاتنا المفروض نعملها، يعني تم تسجيله وعملنا الجمعيه العموميه، وكانت اول دوره تدريبيه قبل التسجيل كانت في ولايه النيل الازرق، مشينا مدينه الروسيرس، وكان بالتعاون مع مركز تدريب الشباب بالروسيرس من خلال تدريب صحافه الموبايل. كان عدد 50 مستفيد يتلقوا من خلال هذه الدورة الكتابة للصورة في التقارير التلفزيونية المنتجة عبر الهاتف المحمول، وأيضا دليل التحقق من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي دي بتوقفنا من الشائعات. وأيضا الدورة كانت بيتكلم عن أيضا كيف ننتج ونصور بالهاتف المحمول بطريقه احترافيه. انتم مركزين يعني في الولايات، انا شايف لنا 6 تقارير تكلمت عنها في حزيمه في مقاشي، الان في ولايه النيل الازرق، ف قوميه العمل في الرابطه، انتم شكلكم التركيز في الولايات اكثر، ما الشغل هنا في المركز ولا اصلا ما لا لا المركز هنا كان في اللي هو الدورات التدريبيه، يعني قبل السفر الى الولايات دورات تدريبيه بالتعاون مع مركز بيرفكت للتدريب في العماره الكويتيه، كانت هذه واحده من الدورات التدريبيه، و ايضا هنالك دوره في ولايه القضارف تمت في العام السابق او في بدايه العام 2020 في ولايه القضارف بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. الهدف الاساسي انه نصل كل ولايات السودان، لانه ده الشيء اللي بيخلينا نعكس الحاجات اللي بتهمنا وبتخصنا، والحاجات اللي بتهم وبتخص المواطن، وده من خلال صحافه المواطن والمواطن الصحفي اللي هو قادر ينقل الحاجات. دارين نملك اي زول
الحاجات دي عشان هي ما مكلفه. وبعد ذاك انت عندك ايزو عنده تليفون ذكي، كلنا عندنا تليفونات. بعد ذاك انك انت كيف تقدر تنتج وتصور وتمنتج كل الحاجات دي بالتليفون في زمن وجيز، وهي دي اجمل حاجه في صحافه الموبايل انه هي سريعه. في زمن وجيز بتعمل الحاجات دي كلها براك، وحتى لو ما عايز تخلص بتشيل صورك اللي عايزها كلها، وبعد ذاك فيما بعد ممكن تجي تشتغل عليها. دي الحاجه اللي بتميزها، وسعه الانتشار بعد ذاك انه انت ممكن قادر تصل لاي حته في الميديا، من هنا بتمشي امريكا، بتمشي اي حته في العالم ممكن تصل. بنعكس من خلال حياتنا وثقافاتنا وتقاليدنا والحياه اللي بتخص المواطن، قضايا المواطن، المشاكل، الظروف اللي بيمر بها المجتمع السوداني. بصراحه دي حاجه مهمه جدا كونه انه تبدو من المدن والولايات المختلفه، علشان المركز خلاص معروف، حتى على نطاق الاعلام يعني المركز ماخذ حقه الكبير، فكونه الناس في الولايات تعرف كيف توصف الحدث وكيف توصل الحدث للمركز دي حاجه مهمه جدا. بعد ذاك الدورات زي ما قلت بالاسود المركز دايرين نغير كلمه المركز، دايرين نشيل المركز وهامز نشيله، يعني ما بلا داعي. مهمه جدا انه كل السودان مفترض يكون فيه كل الحاجات يعني. صح صح، فان شاء الله البدايه حتكون بكم انتم، ونقدر نطوف في كل الولايات والمدن والارياف كمان، علشان اي مواطن هو يكون صحفي وينقل للحدث مباشره، فدي برضو حاجه مهمه جدا لكل القنوات ممكن تستفيد يعني من كل المواطنين، لانه في بصراحه احداث بتحصل في مدن بعيده علشان التلفزيون او الاذاعه تصل، فدايرة اسبوع كم يوم، فبقد في الميديا بالتليفون دي حاجه مهمه. واجمل حاجه انه المفروض تكون باحترافيه او بالطريقه الصحيحه، يعني في حاجات كثيره كانت ايام القياده مفترض تكون يعني مصوره موجوده. صح. اتصورت لكن بطريقه مهزوزه، بطريقه التصوير كان بطول، يعني نحن شغالين على انه اي زول يصور بطريقه صحيحه وينتج بطريقه صحيحه، عشان لما اي زول يلقاه من القنوات ينزل خبر يعني محترم. صح. يعني معد يعني جاهز. صح، دي حاجه كويسه جدا. مظهر، في شراكات بينكم وبين اي منظمات، مبادرات، مجموعات اخرى؟ اوكي، شراكات موجوده، عملنا شراكات مع مركز بيرفكت للتدريب من خلال تدريب التدريب بالمركز، وايضا شراكات مع وزاره الثقافه والاعلام. جميل. و عدد من الشراكات يعني موجوده من خلال نشتغل مع بعض نصل لكل الناس المحتاجين للتدريب والتاهيل، ده الهدف الاساسي. ان شاء الله. جميل. ان شاء الله يا حسام نقدر من خلاله بنعكس كل ثقافاتنا المختلفه في السودان ان شاء الله. هي الامنيات انه يكون في تجوال في السودان عبر صحافه الموبايل وعبر تمليك كل الادوات زي ما ذكرت يا مصعب لكل مواطن سوداني لانه هو صاحبي. دي بتدخلنا في جدليه ثانيه جدا يا مصعب. الاعلام الجديد وما ادراك ما الاعلام الجديد، ما بين السلب والايجاب، ما دارين ندخل في الجدليه دي، خلينا نمسك بس موضوع مثلا الشائعات باعتبار انه التحقق من المصدر امر مطروق تماما. الان صحافه الموبايل وعبركم عبر الرابطه كانما هو محاوله لتقنين العمل، لانه كل زول الان هو بيمتلك ادواته، بيمتلك جهازه الذكي هذا يستطيع انه يصور ويرسل عبر الوسائط المختلفه الى كل العالم. الان انتم عندكم دور كبير جدا عشان ما يكون في حد من الشائعات بقدر معقول، معقوليه الخبر، معرفه المصادر وما الى ذلك. ده كلام جميل شديد، وده اللي احنا عايزين نشتغل عليه، لانه يا حسام الحاصل في الميديا ويزول بينزل خبر وممكن يالفه وبعد كم يوم يجي راجع ذاته هو يكون ذاته خلع، الصوره تتحور تمشي لحاجه ثانيه. اي يعني بسبب الصوره دي في حاجات كثيره يا حسام وشغالين على الناس، ممكن زول يطلع صوره زمان قديمه من حرب بتاعه دارفور، من الحرب بتاعه الدمازين اللي هي النيل الازرق، يطلع صوره يعني تاريخها قديم يشتغل عليها يقول الان الحرب مدوره في الدمازين، الزول بيشوفها دي الدمازين هي الحرب مدوره. لكن من خلال الرابطه الدوليه لصحافه الموبايل شغالين على دليل التحقق من الصور والفيديوهات، انه الصوره دي لما تنزلها في موقع محدد بتجيب لك تاريخها نزلت 200 وقبل كم والساعه كم، تفاصيل كلها، انه الصوره دي قديمه ما الان، لو جديده بتوريك انه ما نزلت قبل كده، فبالتالي انه دي مصداقيه في الحاجه دي، لازم الناس تتريس ما تنشر اي حاجه ما تكون أداة مستخدمة من الغير يعني تنشر الشائعات. احنا محتاجين للتدريب بالمناسبة. محتاجين شديد والله، ودي الحاجات اللي عايزين نصلها، يعني ضروري الناس كلها تتملك الحاجات دي عشان نحن الشائعات ضرتنا كثير كمجتمع. صح. سوداني. صح. نعم. طيب مصعب دارين نتكلم عن دور صحافة الموبايل في مسألة التعاون مع القنوات الرسمية ومسألة الاستفادة من صحافة الموبايل. الإنتاج
بالتلفون ممكن يكون عنده أهمية كبيرة جدا للقنوات المختلفة حتى في الجانب الاقتصادي يعني. أي في جانب التكلفة. أي ناس وزارة المالية برضو عندهم على غير الموضوع ده. القنوات بتمر بظروف كل الناس عارفاها يعني ظروف مالية مع الوضع الاقتصادي الزايد والمتدهور. نكون واضحين وصريحين، الموبايل أقل تكلفة من خلال الإنتاج يعني. أنت ما بتخسر أي حاجة غير سيبيا ومايك وبتمشي تنتج الحاجة اللي أنت عايزها بعد ذلك. الترحيل والمواصلات دي ما حاجة. أهم شيء في أنه تقدر تبدا المطلوبه بشخص واحد اللي عندك يعني. ممكن القناه تاجر عربيه يمشي مصور ويمشي، لو ما ممكن المصور يبقى مخرج، لكن في ناس بيمشي مصور ويمشي مخرج ويمشي معيد ويمشي الناس التفاصيل الحاجات الاعداد الفريق ده كله حيمشي. لكن لما نيجي زول واحد ينتج الحاجات كلها اللي بيقوموا بها كل الاشخاص دي بتقلل تكلفه القناه. ده الحاجه دي بتشتغل على القنوات في الولايات انه ينتج لها مواد وتترسل عشان تكون حاجه جميله. لكن انا مع انه الاشخاص الكثيرين ديل هم كلهم افكار يعني. اي زول عنده فكره في راسه يعني، لما نمشوا كلهم تيم بيكملوا بعض بينتجوا حاجه ظابطه. لكن الشخص الواحد ما هو فكرته براه ما يعني. انا ناسي بحيل لما زول يشتغل ماده بالموبايل ما يطلع ينتجها ويطلعها طوالي، لا وري كم نفر خليهم يشوفوا الحاجات الغلط شنو يعدلوها معاك. ما ده راي زول ثاني بيختلف من رايي انا من فكرتي انا من حياتي. فانا يعني بتفق انه الناس لما تنتج ماده يقعدوا مع بعض يشوفوا الحاجه اللي فيها شنو كويسه. هي الميزه يا مضاعف في العمل الاعلامي انه هو عمل جماعي. نعم. وتيم عمل كل من فيهم محترف في مكانه. أتت صحافة الموبايل لكن فيها قدر كبير جدا من الإيجابيات والمعقولية في إنتاج المواد، يجب الاستفادة التامة منها تماما. خلينا نشوف نظرتكم أنتم للمستقبل بيتزايد، تشوف بالعين المستقبل القريب وده من خلال مشاريعكم وحياتكم الجاية. والله المستقبل انه نحن نمشي كل السودان ده الان خاطين انه نحن كخطوه انه نوصل كل السودان. ندرب كل زول عايز او هو حابي او هو نحن الهدف الاساسي انه ندرب المواطن او الناس المفروض يتعلموا. لكن الاساس انه عندهم الرغبه اصلا يعني. ايوه الزول الراغب انه ينتج ماده محترمه وقادر يقدمها في اي حته الناس تشيد بها. الحاجة الثانية الدورات حتستمر في الخرطوم لحد ما يتم التنسيق مع الولايات مع وزارات الإعلام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بولايات السودان المختلفة. الدورة الجاية حتكون في الخرطوم في مركز بيرفكت للتدريب يوم الأحد القادم إن شاء الله بالمركز بيرفكت والعمارة الكويتية. حتكون طبعا احنا الأساس في انه احنا جهة ما ربحية الأساس. طبعا انت كأنه سرقت السؤال خشنا في الإدارات من كم يا مصعب؟ لا والله ما يكون صعب. لا ما صعب. ما في رسوم ما في رسوم للدورة التدريبية بينما انه في شهادة يعني رسوم شهادة. زول الراغب في انه يكون عايز شهادة طلع له شهادة، ما عايز ممكن يخش ويطلع يعني. ده الأساس في انه احنا عايزين نخدم يعني جزء من المجتمع يعني، عايزين نقدم خدمة بلا مقابل. جميل. ربنا يوفقكم يا ابو صعب يا اخي. الله يديك العافيه يا مزير. والله يا اخي دي دعوه سمحه شديد، ربنا يوفقك انت كمان وان شاء الله نقدر نشتغل مع بعض عشان نشيل الحق دي ونبدا نبنيه يعني. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك وربنا يعطيك الصحه والعافيه. سعيدين جدا بك والله. انا كمان كنت سعيد جدا اني اكون لك صباح الشروق معك حسام ومع منذر، وان شاء الله يكون المشاهد استفاد من هذه الحلقه. ولي قدام ان شاء الله حنبني وحنعمر باذن الله. ان شاء الله حنشيل الحق اكيد قريب. نتواصل معكم اصدقائي المشاهدين في كل مكان.